لو كنت انا شاعر بلي جماهير في ماقف الابداع ينصفني الجد، انا تعبت لين وردتها البير في دار من جاها يا بيارد العد، من بعد ما غنيت من واه جامير وصل المنهو قال وقت اللقاء سد، ماني الرقم واحد ولا الرقم الاخير، انا في حضوري يلتغي مبدا العد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سعد الله مساكم، مسي على اللجنه، مسي على الحضور الكريم، امسي على الحضور من خلف الشاشات. صلوا على محمد. سار الليل البهيم يكفكف اوجاعه على اليامال، تنوخذ في بحر عينه هواه وصبت اقلامه، بعد فجر العويل اللي تألم من صداها الجال، شرب من يوم مولدها كثير وحلل صيامه، وليدة ياس من روح الظلام وصحوة الامال، نهرها الصبح يوم الصبح ما تخدعني اوهامه، اشوف الحلم غيمه تنتشي وتسيل الهمال، مطرها لا غشى صدري تراقص طربها عظامه، تنفسته على فاقه وانا ماني قليل فال، نبت في داخلي وازهر على ترنيمته انسامه، رفيف البرق من مبعد تبيره مالها الحوال، مطاريشه على النيه عساها الضم دلامه، اخيله يوم ودانه على داني محولي سال، تلمسته وانا ماخذ من اقسامي سوى الهامه، خذيت اللي خذيت وجيت في دار الكرام اختال على مرسى بها الشاعر يعانق اصدق احلامه، هنا كم من ولد شاعر، هنا ما تخسر الابطال اذا صرح الادب يلهم صدور الناس بالهامه، حظى في مولد المبدع ما بين الجرح والموال، تدرج فيه لين اصبح مع الشعار علامه، جزيل الشعر جزيل الشعر لو ما وقفت رجاله تموت اجيال، ويمكن مع مرور الوقت نشهد نكست اعلامه، وأد هزل القصيد وصارت الاقوال في افعال، ستر عذراه بالجزره ولبى الشيخ عمامه، وأد هزل القصيد وصارت الاقوال في افعال، ستر عذراه بالجزله ولبى الشيخ عمامه، اداوي بل امن ليل جروحه ينزفن اليال، وقديبه ضرير الحلم وقف الاخره ايتامه، العين التجربه اوقف ما بين الحل والترحال، تهشم لين ما دمعه يمشه طار في اكمامه، ولا هو عيب لا منه بكاء من فرحة الرجال، معيب ان الرجل يصل ولا يغرم من ايامه. سلامتكم. تسلم يا مناحي، مشكور على هذه القصيدة اللي واضح انها خرجت من معاناة وتجربة واضحة، وحتى وانت داخل هني انا اعتقد ان الابيات كانت مقدمة لهذه القصيدة. الله. هذه القصيدة تكمل الابيات الاولى. عانيت وايد مناحي لان يعني والله عانيت من نفسي، يمكن تقصير من نفسي أنا علشان أصل إلى المرحلة هذه. وصلت بشعرك وموهبتك وهذه القصيدة بقى. اليوم خير دليل على هذا الشيء، رغم أن الموضوع اللي أنت كتبت فيه عن مشوار الشاعر ومشوارك أنت ووصوله إلى المسابقة وإلى هذا المنبر، كتب في عشرات القصائد في المواسم الماضية، في كل موسم كان يكتب فيه، لكن يبقى الفارق بين القصيدة والقصيدة قدرة الشاعر على أنه يختلف عن غيره من خلال الصور الشعرية اللي موجودة في الأبيات اللي يعني يطرز بها هذه القصيدة، الصياغات المفردات اللي يستخدمها واستوقفتني في هذه القصيدة صراحة العديد من الأبيات اللي فيها هذا التصوير اللي يعني ما مر بي من قبل في وصف التجربة الشعرية، يعني مثلا يوم تقول أداوي بالأمل ليل جروحه ينزفن ليال، وقديبه ضرير الحلم وكفى الآخر يتامه، والعين التجربة هاقف ما بين الحل
والترحال. أنا ما بكمل ليت، بوقف عند الشطر الثاني دعين التجربة، أقف ما بين الحل والترحال. حسستني بأن القصيدة عندك لا تنتهي بالمستمرة إلى اللحظة اللي أنت تلقيها فيها هذه المعاناة وهذا الصراع مع تحقيق الذات ومع إثبات الذات في الشعر، موجود حتى أبيات القصيدة حتى آخر نفس في القصيدة، وهذا يوضح على أن عندك إصرار يفترض أن يكون عند شاعر، والوصول إلى دائما المراكز المتقدمة مهما حقق يظل نظرة وهدفه إلى الأمام. هذه القصيدة مليئة بالتصوير الشعري الجميل والمميز يا مناحي، أشكرك عليه وأشكرك على حضورك أيضا تفاعلك مع القصيدة. شكرا لك. شكرا أبو عبد مناحي، قواك الله مناحي، فعلا أنت اليوم قرناس شعر فعلا معتق هذا النص على دروبكم وثاركم، تستاهل نضوج في نضوج شعري وفكري، وفعلا ما يكتب هذا النص إلا شاعر جزل. ولا على المطلع والختام يعني خير دليل على ذلك، سار الليل البهيمي كيف كيف وجاعه على اليامال تنوخذ في بحر عينه هواه صبك الظلام. جميل هذا المطلع المدهش المذهل المهيئ المتلقي. وله عيب إلى منه بكى من فرحة رجال، مع عيب أن الرجل يصل ولا يغنم من أيامه. المطلع والمدخل أعتقد كانوا كقوسين جميلين يؤطرون هذا الجمال الشعري، الصور الشعرية، الترابط، التسلسل في هذه القصيدة، الصور الشعرية حاضرة وممتدة من بيئتك، بيئة الشمال يعني المطر والسيل. أيضا خلني أشكرك على إشادتك في البرنامج والمسابقة، هناك من ولد شاعر، هنا ما تخسر الأبطال، إذا صرح الأدب يلهم صدور الناس بالهامة، هذا بيت فيه إشادة. الثاني حظى في مولد المبدع ما بين الجرح واليمال تدرج إلى آخره. الثالث وأد هزل القصيد وصارت الأقوال فيها أفعال. شكرا لك على هذا الثناء. العفو يا أبو خالد، وأنت شاعر جميل، وخلني أقول فالك التوفيق اللهم إن شاء الله نشوفك في مراحل المتقدمة. شكور يا مناحي على الحضور. مناحي فعلا القصيدة جميلة، طبعا هي ذاتية من أولها لآخرها، على أساس أنه الشاعر يتحدث عن رحلة، وهي في البداية رحلة كانت مليئة بالمواقف النفسية، يعني في تفاعل يبدو أنه كان في صراع ذاتي في ذات الشاعر بين أن يقدم أو يحجم إلى آخره، فعبر عن ذلك بأبيات بالفعل جميلة جدا، امتدت لأربعة أو خمسة أبيات من القصيدة جميعها لطيفة وجميلة. أشوف الحلم غيمة تنتشي وتسيل الهمال، مطرها لا غشى صدري تراقص طربة اضطربها عظامه، يعني بالفعل كل كلمة فيها عبارة عن لوحة أو تشارك في لوحة من هذه اللوحات الجميلة التي صورها الشاعر وانتزعها من كثير من الأشياء، يعني شيء من النفس، شيء من السماء، شيء من الأرض، من الزهور، من النباتات، من الظلام، من الليل إلى آخره، رفيف البرق إلى آخره، كل هذه العوامل الموجودة في البيئة كانت ذات دلالة استخدمها الشاعر لبناء هذه القصيدة وسبكها بمعانيها التي قصدها. طبعا هنا في لما خذيت اللي خذيت وجيت، يعني أنا أعجبتني كلمة خذيت اللي خذيت، لأنه ما كان في أحلامه كثير جدا جدا، فأخذ معه ما يستحسنه، ثم جاء إلى البرنامج ليقدم نفسه، وبالفعل وجد لنفسه حظا، وكذلك أشاد بالبرنامج، وأعتقد أنه شهادته كانت في محلها، ونحن نؤيد في ذلك أنه هذا البرنامج هو الذي يحيي جزيل الشعر ويأيد هزيله، لأنه لا مكان إلا للشاعر المبدع كما هو الشاعر في هذه القصيدة. شكرا يا مناحي. العفو يا دكتور.